شوية كده عن التهاب وتضخم اللثة وإزاي بيتم التعامل معاه جوه العيادة. من فترة بسيطة كده كنت عملت فيديو عن أسباب تضخم اللثة والتهاباتها، هسيب اللينك بتاع الفيديو ده في أول تعليق، هثبته في أول تعليق بحيث لو في حد حابب يعرف أسباب تضخم والتهابات اللثة ممكن من خلاله يعرف ياخد معلومات أو يطلع من الفيديو معلومات كويسة ويعرف يتعامل مع الحالة بتاعته. طبعا أنا مش هخلي الفيديو ياخد وقت، لكن إن شاء الله هوصل لكم المعلومة بشكل سريع بالنسبة للحالة دي، وكمان هعرفكم أنا اتعاملت معاها ازاي جوه العيادة. كل الفكرة إن الست أو السيدة دي دخلت العيادة وبالتالي كانت في حالة قلق شديد شوية، لأنه مش بس الموضوع ما كانش فيه ألم ولا حاجة، لكن الموضوع بالنسبة لها كانت خايفة لا قدر الله إن ده يكون حاجة وحشة أو مرض مش كويس في اللثة بتاعتها وبالتالي يدخلها في سكة تانية. يمكن أنا طبيعي باخد وقت في التشخيص شوية علشان خاطر المعلومة أو التشخيص أو القرار اللي أخده إن شاء الله دايما يكون صحيح، يعني لأنه لو التشخيص مش كويس أكيد كل اللي وراه هيكون خطأ. وبالتالي بعد دقيقتين أو ثلاثة كده من التشخيص وبرفع اللي هو الجزء من اللثة اللي أنتوا شايفينها دي، ولقيت تحتها كمية جير كبيرة شوية كانت هي السبب في تضخم اللثة وكانت هي اللي عاملة المشكلة دي. وكان الحل سهل وسريع جدا، يعني أنا عملت تنظيف خفيف كده، نقول لكم المغزى من الفيديو إيه بعد شوية. أنا عملت تنظيف سريع كده وبعد كده كان التعامل مع الحالة سهل جدا. كان التعامل إزاي؟ أنا خدرت اللثة في المكان ده بشكل كويس جدا زي التخدير العادي اللي بنخدر بيه أي سنة، وبعد لما خدرت اللثة ابتديت إن أنا أتعامل مع الحالة زي ما أنتم شايفين على الشاشة كده. أنا كنت عايز أحط الفيديو بصراحة وسط الشرح، لكن الفيديو في بعض الناس بتخاف شوية إن هم يشوفوا دم أو يشوفوا خطوات طبية وحاجات زي كده، فقلت بلاش منه وبالتالي أكتفي بالصور، ويمكن إن شاء الله أوصل من خلالها للمضمون أو أنتوا توصلوا للمعلومة اللي أنا عايز أوصلها لكم في الفيديو. وبالتالي بعد لما عملت إزالة للثة ابتديت إن أنا أرسمها وأرجعها للوضع الطبيعي، لأنه النمو بتاع اللثة كان تقريبا داخل في حوالي سنتي أو سنتي وشوية بالعرض أو بالطول. وبعد 15 يوم من الموضوع ده أنا كنت قايل للممرضة إن هي تيجي، علشان بصراحة كنت حابب إن أنا أخد صورة للخطوات دي أو للنتيجة النهائية بعد الخطوات العلاجية اللي تمت جوه العيادة، بحيث المشاهد كمان لما يشوفها يلاحظ الفرق بين قبل الشغل وبين بعد الشغل. لأنه لو أنا خدت صورة بعد ما أنا عالجت بس على طول وحطيتها لك على الشاشة مش هتفيدك كتير، لأنه أنت لسه ما شفتش نتيجة أو ما شفتش الشكل النهائي للثة بقى عامل إزاي. وبالتالي زي ما أنت شايف كده على الشاشة ده الشكل النهائي اللي اللثة وصلته. كانت طبعا المريضة مبسوطة جدا إنه اللثة بتاعتها رجعت للوضع الطبيعي، وكمان رجعنا الاوت لاينز او الشكل والحواف بتاعت اللثه زي ما كان موجود طبيعي قبل كده قبل ما اللثه يحصل فيها اي مشاكل. والمغزى من الفيديو ان لو في حد عنده اي مشاكل في اللثه او تضخم في اللثه او محتاج لجزء جراحي ولو بسيط جدا بالتالي ما يخافش. الموضوع تقريبا جوه العياده ما خدش يمكن من 35 ل 45 ثانيه تقريبا، ده مده الفيديو. وكمان لو في حد عنده جير او عنده مشاكل من الحاجات اللي قلنا ممكن تعمل التهاب او تضخم في اللثه يقدر يعالجها بسهوله، ما يسكتش على الموضوع، الموضوع سهل وبسيط. في النهاية بشكركم على المتابعة، ممكن تعملوا لايك للفيديو، ممكن تعملوا شير بحيث يوصل عدد كبير من الناس، وبشكركم تاني والسلام عليكم.